حطيت معكم بيتزا ساهلين مهلين وبلا فران، واهم حاجة سريعة التحضير. اول حاجة غادي نحتاجو كاس ونص ديال الماء دافي، ومعلقة ديال الخميرة ديال العجين، وقبيصة ديال الملح، وقبيصة ديال الزعتر، ومعلقة ديال زيت الزيتون، ونزيدو نص كاس ديال الفينو مع كاس ونص ديال الدقيق، ونخلطو داكشي مزيان ونطيبوهم في المقلة بهاد الشكل. ملي يتحمرونا من الجهة التحتية نقلبوهم ونعموهم بالحشوة اللي بغينا. انا عملت هنايا التون مع صوص طوماط وعمرت البيتزا ديالي. نزيدو لهم شوية ديال الجبن ومع شوية ديال الصحصر والزيتون، ونغطيهم حتى يرجع فيهم الصهد ديالهم يذوب من الجبن، ونقولكم بصحة وراحة.